طيب احنا بندردش مع الاسكيما بتاعت اتش ار كالعاده. الاسكيما بتاعت الاتش ار فيها تيبل ما اشتغلناش معاه كتير، هنشتغل معاه النهارده في الدرس الثاني على الدرس الخامس والتاسع، ممكن نخلص الدرس السابع مش مشكله. سوري ماشي، هنتكلم على الاثنين تيبلز دول، تيبل امبلويز وتيبل جوب هيستوري. ايه العلاقه ما بينهم؟ علاقتهم ايه يا سيدي؟ ان انا جبت الموظف رقم واحد خلاص وشغلته في الشركه، بعد شهر شهرين ثلاثه اثبت لي كفاءته، رحت نقله من قسم لقسم ثاني. فلما نقلته من قسم لقسم ثاني مش معقول هروح داخل عنده على الجوب اي دي هروح اعمل له تغيير معايا، مش هعمل له تغيير، مش هقول بقى ان هو خلاص كده سايب الشغلانه الاولانيه وبدل ما كان محاسب بقى مش عارف مدير مالي، بعد ما كان مدير مالي بقى مدير عام، مش همسح الشغلانه القديمه من التاريخ. لا، لازم يبقى عندي سجل بخزن فيه التقدم الوظيفي بتاع الموظف ده، فسمينا بدل ما نعمل يعني ايه جوب اي دي تبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه تحت بعض، لا قلنا نعمل لهم تيبل فرعي من جدول امبلويز اللي هو ايه جوب هيستوري. في ايه الجوب هيستوري ده؟ قال لي في اول حاجه رقم الموظف، رقم الموظف ده هيبقى هنا فورين كي خلاص، اللي هو هنا اصلا ايه برايمري كي، اللي ما اقراش بقى الفورين كي والبرايمري كي ما اقراش فيهم. انا بحاول كده نعمل فكره ان يوم الاحد يبقى مخصص للحاجات اللي زي كده بعيد عن المنهج بتاعنا، بس نشوف يعني شويه الراي ده نتكلم فيه. المهم ان في اتصال ما بين الجدول ده ريليشن والجدول ده، الجدول ده بياخد امبلوي اي دي من هنا خلاص، وبياخد رقم الاداره اللي هو راح لها الموظف من هنا، هنا برضو عندنا رقم الاداره هنا بي كي وهنا اف كي. الحمد لله الدرس الخامس اترفع مبدأ دي خلاص شباب. طيب انا هنا بعمل ايه في الجدول ده؟ كل ما عليا ان هو يجي مثلا الموظف رقم واحد هيترقى، يروح كاتب الموظف اللي رقم واحد، ادي الجدول، تاريخ بداية الشغل بتاعه كان امتى في الوظيفة دي؟ يوم مثلا 1/1/2010. طيب خلص الشغلانة دي امتى؟ خلصها في 1/1/2012، قاعد فيها سنتين. طيب كان المسمى الوظيفي بتاعه ايه؟ كان اي تي بروجرامر، كان في ادارة رقم كام؟ ادارة مثلا رقم 10، يسجل لك سجل بالمنظر ده. تمام، يجي الموظف رقم واحد في الشغلانه الجديده، ستارت ديت النهارده، اند ديت لسه ما نعرفوش مثلا خلاص، الجوب اي دي كذا كذا، الديبارتمنت اي دي كذا كذا. يبقى الموظف اللي بيحصل عليه تنقلات هنلاقي اسمه موجود فين؟ في جدول الجوب هيستوري. حد مش فاهم الجوب هيستوري بيتكلم في ايه او يعني ايه او الموظف الواحد ممكن يحصل عليه كذا تنقل يا مصطفى؟ تمام، يعني الموظف الواحد ان رقم الاي دي اللي هو مثلا افترض ان انت موظف رقم 10، ممكن تبقى اشتغلت شهر مش عارف ايه وشهر مش عارف ايه وشهر كذا وشهر كذا وشهر كذا، فاسمك هنا هيبقى كم مره في الجوب هيستوري؟ كتير جدا على قد التنقلات اللي انت فيها، لكن انت في جدول الامبلويز مره واحده بس، هنا 1 وهنا ايه مين. تمام، في حد عنده مشكلة مع الجدول بتاع الجوب هيستوري؟ ايه فايدته او بستفيد منه في ايه؟ تمام، نخش بقى على الدرس بتاعنا. حد فاكر احنا وصلنا سلايد نمبر كام؟ احنا خدنا الاون صح؟ الأون خدناها، يمكن طبقنا المثال ده وكده. وطبقنا المثال بتاع إن نعمل دوبليكيت للتيبل، أكيد إن دول اتنين تيبل مختلفين عشان نجيب اسم المدير بتاع كل موظف. لحد هنا كنا تمام؟ مش عارف إذا انت 10 ومفيش تجاوب، إيه الحكاية؟ في حاجة غلط؟
تمام. طيب بكل بساطة كده هنا نفس الجملة اللي كنا فيها، بس زود عليها شرط، هات لي الناس اللي المدير بيراقبه 149. هنحط الشرط بكل بساطة and، هيطلع لنا النتيجة اللي احنا شايفينها دي. يعني هنا كل اللي انا زودته على الجملة اللي فاتت هي هي يعني نفس الفكرة. خلاص هتعمل لي جوين ما بين جدول ديبارتمنت وجدول اللوكيشن، سوري جدول الامبلويز وجدول الديبارتمنت، في حالة ان الديبارتمنت اي دي بيساوي الديبارتمنت اي دي في الجدولين، دي حالة مفروغ منها هتقول. طيب وبشرط ان يكون رقم المدير خلاص 149، يكون رقم مدير الشخص 149. متهيألي بسيط مفيهاش حاجة. هنا زود لي جدول جديد، هنا زود لي جدول جديد، قال لي انا هخليك تشتغل على 3 جداول. تعمل اعيد تاني الحتة اللي فاتت، احنا بنقول تاني المثال ده يا باشمهندس محمد، بنقول ان طبعا انت جوين لحد اون في مشاكل، ما فيهوش مشاكل خلاص. طيب ايه اللي احنا عملناه هنا؟ احنا حطينا شرط، احنا نعتبر اون دي يا جماعه بتساوي وير. احنا في طريقه ممكن نستخدم بيها وير بدل اون، هنجيبها لكم حاضر يعني شويه كده. القصه كلها ان انا حطيت اند، شرط عادي جدا، اند المانجر اي دي بيساوي 149. انا حطيت شرط بس، يعني اعمل الريليشن، اعمل الجوين ده وطلع الناتج، وقبل ما تقدمه لي تعمل لي ديسبلاي فلتره لي، شيل لي كل الناس ما عدا اللي رقم مديرهم 149. يعني هيجي يبص هنا على رقم المدير بتاعهم 149 هيروح مطلعهم. انت وصل لك ولا انت ما كنتش موجود وجيت؟ ها يا جماعة في تجاوب ولا في مشاكل؟ أنت عندك مشكلة فيها معينة ولا تمام؟ أه طيب ولا يهمك. خش على بعديها. هنا هعمل جوين يا جماعة بين 3 تيبل، تعالوا كده نشوف الشغل دوت. يعني إيه هعمل جوين بين 3 تيبل؟ خلي مثلا عندك التيبل الأولاني إمبلوي، التيبل التاني ديبارتمنت، هتعمل جوين ما بينهم عادي جدا على اساس ان هو يطلع لي بالوي اي دي والسيتي والديبارتمنت، سهله وعارفينها. طيب بالشرط اللي انتوا عارفينه ان هو الديبارتمنت اي دي بيساوي الديبارتمنت اي دي هنا. قال لي كمان جوين جدول الديبارتمنت بجدول اللوكيشن، هو ينفع انا اعمل جوين يا جماعه بين جدول الامبلويز واللوكيشن؟ حد يقول لي كده؟ ليه؟ طيب اللي يقول لا يقول لي لا ليه؟ ليه؟ اللي يقول لي لا يقول لي ليه؟ اللي يقول لي اه يقول لي ليه؟ 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 اه لأن اللوكيشن له علاقة مع الديبارتمنت على طول. حلو، نرجع للسكيما بتاعتنا عشان نشوف بيني وما بينكم مين اللي يثبت كلامكم صح ولا كلامي صح. السكيم ادي السكيم، احنا اتفقنا لازم يكون في علاقة بين الجدولين اللي هعمل لهم ايه ربط، في علاقة ما بين امبلويز ولوكيشن؟ لا، لازم يكون في علاقة بين الاثنين عشان اقدر اعمل الجوين بالطريقة اللي احنا شغالين بيها، بطريقة فل، لان احنا شغالين في حاجة اسمها ايه. الله ينور عليك. طب ايه الحل؟ قال لي تعمل كوبري. ايه هو الكوبري؟ ان انت تخش على جدول ديبارتمنت تعمل بينه ريليشن، وفي ريليشن اصلا ما بين الديبارتمنت واللوكيشن، وتطلع نتيجه مشتركه. يعني ممكن مثلا اطلع كل موظف في اداره مكانها فين، يعني اي حاجه مثلا تربطه ما بين ده وما بين جدول مين؟ الديبارتمنت. طب نشوف المثال بيعمل ايه. المثال بيجيب
امبلوي اي دي صح، بيجيب سيتي. كل ده من جدول ديبارتمنت وجدول امبلويز والديبارتمنت تاني جدول ديبارتمنت. فروم امبلويز جوين ديبارتمنت، سهل الكلام ده. طيب اون ايه بقى؟ تاب يساوي ده عارفين، وجوين كمان للوكيشن خلاص، وحط لي الشرط ان اللوكيشن اي دي هنا بيساوي اللوكيشن اي دي هنا. السيتي تبع اللوكيشن، صح السيتي تبع اللوكيشن، يبقى انا جبت رقم الموظف. الله ينور عليك يا ابو حميد. والسيتي بتاعته من جدول لوكيشن واسم الاداره في جدول ديبارتمنت، يبقى جمعت ما بين الثلاث جداول. طب نطبق الكود ده وعملي. معلش بقى الضبطة. كده السكرين شير تمام. طب الضبطة وصل. ايه الشير، ايه اخبار؟ الشير تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا مكونكت على مين؟ على اتش ار اهو. انا رفعت السورس بتاع التود ده يا جماعه، النسخه اللي معايا رفعت السورس بتاعها على الجروب، فيا ريت حد كده ابن حلال ياخده ويحطه على المنتدى، عشان ايه؟ الجروب القديم يعني، انا كنت حاطه على الجروب القديم. طيب دلوقتي احنا بنكتب له جملة سيلكت. سيلكت ايه يا سيدي؟ قلت له سيلكت ايه؟ رقم الموظف وايه تاني؟ والسيتي كده يا عم، مفيش سيتي هنا، كنت بكمل بس. والديبارتمنت مين؟ ايه ده، انت جايب لي تيبل من هنا وتيبل وتيبل، ده كل واحد فيهم في تيبل مختلف. الشير تمام، يعني كله كان شايف الكود، كله كان شايف الكود يا جماعه. طيب امل، انت بتسالي ليه بنكتب الشرط كده؟ عشان نقول له ان الديبارتمنت اي دي اللي في جدول امبلويز بيساوي الديبارتمنت اي دي اللي في جدول ديبارتمنت. هي امل، واضح كده؟ أمل فهمت الحتة بتاعت الدبق، مش مفروض إن هما متساويين ليه؟ طيب ما الديبارتمنت أي دي والديبارتمنت أي دي متساوي. مش إحنا عندنا الديبارتمنت أي دي متساوي ما بين الاتنين، ما بين اللي في جدول الإنجليزي الديبارتمنت أي دي بيساوي نفس الديبارتمنت أي دي. لا لا، لازم بعمل دمج ما بين الجدولين، بعمل لهم جوين. على اساس ايه الجوين ده؟ على اساس الشرط بتاع اون، اللي هو ده اون ايه بقى؟ على اساس ان ده بيساوي ده بالظبط. انا هقول له الجوين ده على اساس ايه؟ مش احنا اتكلمنا عن جملة اون كده وفسرنا ليه بستخدم اون؟ ان هي بتوفر على الاوراكل سيرفر ان هو يشوف مين الجدول، مين العمود المتساوي في الاثنين. هي جملة اون بتقول له خد بالك ان في عمود معين متساوي في الاثنين، اربط على اساسه ووفر على نفسك البحث. انا بعرف الاوراكل سيرفر عن طريق جملة اون، تمام كده؟ طيب بقى الشيء اهو شغال. دي اول قطعة. فروم مين طبعا؟ فروم الجدول الأساسي.
وادينا له زي ايه كواليفاير ايه جوين مش كده صح بار وكواليفاير للديبارتمنتس مين دي. وايه الشرط بتاعك يا عم؟ قال لك الشرط بتاعي اون ايه اون الدي دوت خلاص من الحقل العمود المشترك ديبارتمنت اي دي بيس اي نوت تايم بلويز دوت ديبارتمنت اي دي. حلو على كده حلو على كده. وريني كده النتيجة عاملة ازاي. اي اي دي علشان استعمال الاي هنا ده الدي. ايوه شفت بقى محدش معاه مايك كده يبقى مركز معايا. مين فتح المايك بتاعه وهو مركز؟ حد كان مركز الايرور ده كان ايه؟ مين فتح المايك كان واخد باله من الايرور؟ محدش. طيب كان واخد باله من الايرور مش كان يقول لي؟ سيتي قال لي ايه الايرور اللي عندك هنا؟ ها حد عارف باله من الايرور؟ ان انا عندي السيتي خلاص. ده منين ده؟ انت جبته منين السيتي ده؟ جيبه لك ازاي؟ خلاص السيتي بالنسبه له invalid invalid identifier يعني حاجه مش متاحه. هو يجيب السيتي يعني انا لو قصيت السيتي كده هتحل المشكله. جاب لي نتيجه قال لي الموظف رقم كذا بيشتغل في اداره اسمها كذا. ما ده الجزء بتاع الحصه اللي فاتت سهل ده يجيب لي كل موظف بيشتغل في اداره اسمها ايه. اللي انا زودته المره دي زودت عليه مين؟ السيتي. طب السيتي دي عشان يجيبها هيعمل ايه؟ ها هيجوين جدول تالت اللي هو مين بقى المرة دي اللوكيشن. ها على اي اساس؟ على اساس ان الديبارت على اللوكيشن اي دي هنا بيساوي اللوكيشن اي دي هنا. تعال نطبق. طيب مش عشان تجيب السيتي لازم تعمل جوين جديد. ايه يا عم الجوين الجديد ده؟ قال لي واعمل لي هنا جوين خلاص ب لوكيشن الايدنتيفاير بتاع الكواليفاير بتاع او ال. طيب ايه الاساس بتاع الربط؟ ان دي دوت لوكيشن اي دي هنا بيساوي ال ال دوت لوكيشن اي دي هنا. تمام نرن كده فعلا طلع لي اقساط كل مدينه السيتي بتاعتها اقساط اداره السيتي بتاعتها ايه. ده عمر ما كنت هعرف اطلعه خلاص من جدولي. ده كان لازم يطلع من ثلاث جداول مع بعض. يا شباب واضح؟ في حد عنده مشكله؟ ها كده ربطنا الثلاث جداول مع بعض. حد عنده مشكله؟ كلام جميل. خش على اللي بعده. اكيد طبعا انت لو بتعمل استعلام عنياني ماشي يا محمد هتعك الدنيا خالص. وانا جبت حطيت سيتي من شويه صح؟ جاب لي ايرور قال لي ايرور السيتي ده مش تبعها ما يجيش. اذا عملت اون لازم اعملها اون بحاجه صح. طب انت عشان كده يا جماعه انا بقالي بتاع كل حصه افتح السكيما بتاعت اتش ار حصل ولا ما حصلش نقعد نشرحها مره واثنين وثلاثه واربعه غير ما شرحناها في اول الشغل خالص عشان عايزها دي تبقى لازقه في دماغكم كده. علشان لما تيجي تخشوا في مشروع وتعملوا مشروع ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله قريب لما تبداوا في مشروع تبقى وانت ماشي كده سرحان في الشارع ما تفكر في السكيما بتاعت المشروع وايه العيوب اللي فيها وايه المميزات اللي فيها ده ينفع ده ما ينفعش ده يطلع ايرور طب لو عملت استعلام بيعمل كذا يعمل ايه؟
اتفضل. تمام كمل. هو لسه من 5 مرفوع مرتين ولا بيتهيألي؟ والله العظيم. طب ازاي اترفع مرتين؟ لا عظيم. نكمل كمل يا شباب. ما بارك. طيب نون ايكوي جوين، ايه يا عم النون دي؟ قال لي بص، مش انا عمال اريحك من اول الشغل واقول لك ده بيساوي ده وده شغال مع ده وده شايف ده؟ ينفع نعمل جوين ما بين جدولين مش شايفين بعض، مش متساويين مع بعض، على اساس او شرط معين؟ تعالوا نبص على السكيمة بتاعت اتش ار. وهنا بيفترض وجود جدول اسمه جوب جريد، جدول بقى او مش جدول ما علينا، المهم ان انا عندي فيه جدول اسمه جوب جريد. الجريد رقم ايه؟ الموظف الدرجة الاولى اللي من الدرجة الخامسة، يا سيدي بلاش الاولى عشان ما نعكسش، بيبدأ مرتبه اقل مرتب ليه 1000 واعلى مرتب ليه 3000. المرتب والراجل اللي على الدرجة الرابعة مثلا او كذا بيبدأ مرتباته من 3000 وينتهي عند 6000. الموظف اللي على الدرجة الثالثة يبقى كذا، الموظف اللي على الدرجة الثانية يبقى كذا، للدرجة الأولى يبقى كذا مثلا، من 25000 ل 40000. فأنا عملت القاعدة دي كده هنا وقلت إن ده إيه؟ جدول اسمه جوب جريد. خلاص إيه الجدول ده؟ نبص على الرمز ده بيبين لي التيبلز اللي عندي اللي بتعملين اليوزر اللي انا معاه هو اتش ار. ادي اتش ار مع يوزر كانتريز ديبارتمنت ويز جوب هيستوري جوبز. مفيش بقى، ادي اهو فيها مين سالاري و ماكس سالاري بس مش تبعت. طيب ايه اللي انت عايز تعمله يا سيدي؟ انا عايز اربط اقول ان الموظف اللي اسمه كينج ده على الدرجة كام؟ الموظف اللي اسمه كينج ده اللي بيقبض 24000 مربوط على الدرجة رقم كام في الدرجات دي؟ قال لي طب ايه العلاقة بين الجدولين؟ قلت له مفيش علاقات. ايه ده يعني مفيش؟ انت شايف في علاقة هنا؟ في حاجة اسمها جريد موجودة في جدول امبلويز؟ هتقول لي لا. في حاجة اسمها لو سالري، لوست سالري موجودة في جدول امبلويز؟ هتقول لي لا. هايست سالري مش موجودة في امبلويز. يبقى فعلا مفيش علاقة ما بين الجدولين. وما انت عايز تربطهم ازاي؟ انت عمال تقنعني ان لازم يكون في علاقة ما بين الجدولين وريليشن وبرايمري كي وفورين كي عشان تربط جدولين مع بعض. انت دلوقتي بتقول لي العكس. اه بقول لك العكس، ركز معايا. هو في علاقة هنا ما بين المرتب ده وده درجة من الدرجات؟ ازاي؟ هقول لك ان المرتب ده اللي هو 24000 بيقع بتوين درجة لوست ودرجة هايست. ازاي تاني؟ في موظف بياخد 24000. اه لو جيت ابص هنا فين ال 24000؟ هقول لك اهو ال 24000 اهو. عرفت ازاي؟ اقول لك يا سيدي، اصل الناس اللي على الدرجة اي دي اللي هي الدرجة الثانية بيبدأ مرتباتهم من 15000 وينتهي عند 25000. فكده الموظف اللي بياخد 24000 اكيد اكيد هيقع على الدرجة دي. هتقول لي ما فهمتش. طب ركز معايا، حضرتك بتاخد 1000 جنيه، واحنا عندنا في التصنيف ده حضرتك هتبقى فين؟ هتبقى على انهي درجة لو بتاخد 1000 جنيه؟ حد يرد عليا؟ مش عارف ليه حاسس ان انتوا مش موجودين النهارده. ايه افتقدكم النهارده؟ تمام، كلكم شاطرين وعرفتوا ان هي ايه. طب انا عايز اربط الجدولين دول، انا عايز اقول له هات لي موقف كينج ايه اللي هو الراجل اللاست نيم بتاعه كينج
ومرتبه 24,000 يقع في انهي درجة؟ عايز اعمل حاجة كده تجمع الاتنين مع بعض. قال لي الحاجة اللي تجمع الاتنين مع بعض دي اسمها ايه؟ نون ايكويجوينت. تعالى اوريهم المثال. قال لي بص يا سيدي، انا سلكت اللاست نيم والسالري والجريد ليفل، ده من جدول مين؟ الجوب جريد اللي انا معرفوش. فروم الجدول ده مع الجدول ده، كل ده احنا عملناه قبل كده. اون ايه؟ متعودين ان اون كذا بيساوي كذا. المرة دي راح عامل لي، استخدم معايا اوبريتور حلو، بيقول لي اون الاي سالري اللي هو ده يقع بتوين اللوست سالري والهايست سالري. واكيد اكيد ان اي موظف بياخد مرتب من 1000 لحد 40,000 بيقع جوه نفس الجدول ده، بياخد درجة من الدرجات، بياخد درجة ايه؟ من الدرجات. ماشي الحال؟ متهيألي ال التيبل ده انتوا عارفين ان هو مش تطبيق صعب معايا، يعني ممكن نأجل الحتة دي ولما نكري التيبل نبقى نعمل ان شاء الله. انا هبص لكم كده عليها في جدول في سكوت، فاكرين اليوزر الغلبان اللي كان اسمه سكوت ده كنا بنكريته في الاول، نشوف كده عنده الجدول ده ولا لا. طيب نفتح كده ونشوف الجدول ده عنده ولا الله، جدول عند سكوت. يلا فرصة عشان نشتغل النهاردة على اليوزر اللي اسمه سكوت. المفروض دلوقتي ان انا بجيب لكم السكيم بتاعي، برسم لكم سكيم مين الاخ سكوت. خلاص محتاج ان انا اعمل فلوش فلوش. المفروض ان هو طريقة ان انا ارسم نوعين اي ار دي دايجرام، ان انا اقول له داتابيز ريبورت اي ار دايجرام يتفتح معايا خلاص، وبعد كده يروح واخد التيبل اللي عنده ويرميها يكريتها هنا ويعمل ما بينهم ريليشن. لا استنى عليا، ازاي نربط جداول ده لسه جاي لما نخش في الدرس اللي جاي. طيب لحظة واحدة كده هجيب، بس انا عندي طريقة ربط، طريقة عمل ايه ار دي بسرعة كده هجيبه عشان بس نتفرج على الاي ار دي بتاع سكوت ونفهمه بسرعة. يعني دي أول حاجة، طيب مش عايز الطريقة أهي، بنجيب من قائمة view object palette view
اوبجكت بارنت خلاص. ادي كده قيمة الجداول ونجربها ونفش. خد بقى نوصلهم ببعض. تمام، الراجل كتر خير ووصلهم ببعض. وقام بالوقت طيب الجدول ده مقسم الناس كلها زي ما انتم شايفين اهو. كل اللي عايزه ان احنا نشوف الجدولين ده. سيبنا من سكوت ده، انتوا مش واضح كده عندكم؟ عشان ايه لو معاكم صح نسيب السكين دي بس نرفعها لكم دلوقتي تبقوا مركزين معايا. الدنيا مهنيكة اللي كده. طيب نرفع كده الصورة دي نقعد نشخبط عليها ونشوف ايه الأخبار. اللي أنا عملته دلوقتي أنا دخلت على التود يا جماعة وفتحت يوزر اسمه سكوت عشان بس انتوا تطبقوا المثال ده عملي وأنا أطبقه عملي. فقلنا ايه نجيب اليوزر اللي عنده قصة اللو سالري والهاي سالري. طيب واضح عندكم الشكل؟ شكل واضح. انتوا نايمين النهارده ولا ايه؟ حطيتكوا حضرة كام محاضرة النهارده؟ مش واضح الشكل. ها طيب ايه اللي حصل عندي هنا يا شباب؟ انا عندي سكيما بتاعت سكوت. خلاص سكوت عنده جدول ديبارتمنت بس صغير على قده، جدول امبلويز صغير على قده، جدول سال جريد ده متفرد. طبعا شايفين ان مفيش علاقة ما بين ده ولا ده خالص. تعالوا نشوف احنا ايه القصه بتاعت السكيما بتاعت سكوت عشان اللي يجي يشتغل عليها يطبق ما يعيطش. دي القلم بتاعنا. بص يا سيدي، احنا عندنا امب نمبر ده اللي هو ايه امبلوي اي دي. هسالكم انتوا ترد عليا اي نيم ده اللي هو مين؟ اي نيم اللي هو مين يا شباب؟ يلا اسمع ردكم. بيساوي مين في ديبارتمنت؟ ممتاز. بيساوي ايه؟ بيساوي اللاست الفيرست نيم مع بعض. ممتاز. طيب الجوب ده بيساوي ايه؟ ها بيساوي ايه في جدول ديبارتمنتس بتاع اتش ار وظيفته؟ طيب ام جي ار بيساوي ايه؟ اللي هو جوب اي دي. انا عايز المقابل ليه في الجدول بتاع الجوب اي دي. ممتازه ناهي. برضه مانجر ام جي ار هو رقم مديره. ممتازين. هاير ديت معروف طبعا تاريخ التعيين. سل اللي هو ها سالري. طيب كوم اللي هو كوم اللي هو هيبقى يا شباب الكوميشن. ممتازين. ديبارتمنت نمبر اللي هو رقم اداره. طيب رقم ادارته ده عامل ريليشن مع مين؟ مع جدول الاداره اللي هو الديبت نمبر برايمري هنا، ودي المفتاح بتاعه. دي نيم ديبارتمنت نيم.
ال L اللي هو اللوكيشن بتاع الإدارة. طيب تعالوا هنا بقى، ايه الجريد ده؟ قال لي جريد مثلا يعني جريد ايه. طب جريد ايه ده؟ في اقل سالري في الجريد ايه اللي هو كام؟ مثلا 100 جنيه، واعلى سالري 200 جنيه. طيب جريد بي بيبدأ من 200 جنيه وينتهي عند 300 جنيه. أظن كده اللي احنا عايزين نقوله النهارده واضح من الحتة دي. واضح؟ وصلت السكين بتاعت سكوت كويس؟ أي حد يعرف يشتغل على سكوت دلوقتي؟ طب يلا كلكم افتحوا سكوت وطبقوا عليه المثال اللي احنا بنعمله ده مع بعض. ماشي؟ أنا هفتح سكوت أهو زيكم وأبدأ أطبق المثال وأشوف هيعمل معايا إيه. المثال بتاعنا أهو بيربط ما بين، هنقول له إيه خلاص إن بنين، إيه اللي هي هتبقى إيه نين، و اي دوت سيلف، و جي دوت جريد على طول، وعلى الاسامي بتاعت ايه؟ هنحولها على الاسامي بتاعت سكوت. فروم ام اي جوين جي جريد اللي هو جدول السيل جريد، جي برضه بتوين جي لو سيل اند جي هاي سيل. يعني نخلي السكيما قصادنا واحنا بنعمل الشغل ده. ادي السكيما اهي قدامكم، انتوا طبعا عندكم الليسن، حاولوا تجمعوا الاثنين ونطلع النتيجة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش فاكرة بتاعتها دي بالغلط. بعد كده جي دوت هي جي بقى بس الجريد، يبقى جي دوت وجريد، وجريد ده هيبقى نمبر، يعني هيبقى الجريد رقم واحد، الدرجة الأولى، الدرجة التانية، الدرجة التالتة، كمان زي كده. دوت جيت فروم فروم ام خلاص جوين سيل جريد. وان بقى هي الفكرة كلها في ان، ان ايه بقى؟ هي دي الفكرة بتاعتنا كلها. from join qualifier بتاعه ايه؟ join هو اسمه سنجريد، سنجريد على طول. الايدنتيفاير بتاعه جي اون ايه بقى؟ هو ده الجديد عندي، on e dot cell اللي عندي between مين ومين؟ between ال high cell اللي هو طبعا هيبقى between g dot high cell and below cell and g dot below. يبقى احنا بنكتب مين الاول؟ كبير الاول ولا الصغير الاول؟ المفروض نحط هنا الصغير وهنا الكبير. تمام، ما انا كنت عاكس.
الله شوف. تمام انا عندي طلعت قماش عندكم انتوا بقى. كم واحد عنده طلعت قماش؟ معناه بقى طبعا صعب ان احنا نعملها على سكوت بسرعة كده عشان انتوا لسه ايديكم مش واخدة عليه، بس مش مشكلة انا هعمل لكم الكود اهو دلوقتي، هعمل لكم الكود اهو. حاول ايه نتكلم عنه تاني. طب مش مركز، يركز كده معايا، ادي الكود اهو قدامنا ندردش كده معاه. الموضوع يعني مش محتاج كل ده، كبروش الموضوع يعني، هو موضوع بسيط وسهل مفيهوش اختراع يعني. خلاص الليسون الحمد لله فاضل لنا حاجات بسيطة. تمام خش في اللي بعده. اوتر جوين نركز كده في النقطة دي، مطلعتش معاك النتيجة. طيب بص احنا ممكن ناخد، انا متهيألي في طريقة ان انا اعمل سناب شوت لل تيك سناب شوت دي عندنا بس ولا عندكم انتوا كمان؟ هنا ده امتداد صورة يعني بيطلع صورة. طيب اللي عنده مشكلة ياخد صورة من السلايد من ال، أيوه بياخد صورة صح كده يا شباب؟ سناب شوت أهي شفتوها الطريقة بتاعتها. لو بتظهر عندهم يا أحمد، أحمد شفيق بتظهر عندهم حكاية السناب شوت أو البرنت سكرين دي؟ بتظهر عند ال student يعني ولا عند ال معاه تيتشر بس؟ اه بتظهر. طب يلا عشان الكل ياخد شوت للجزء اللي احنا عاملينه دوت، وبعد كده يحاول يكررها مع نفسه ويشوف. ماشي يا امل وجربيها ونشوف بعد كده نتكلم فيها ندردش فيها مع بعض. خلاص نخش على ال على الليسون بتاعنا نكمله. اه برنت سكرين جميل جدا، احنا مش عايزين حد يدي لحد كل موجود اهو قدامنا مفهوش غلطة الحمد لله يعني. ماشي انا اخدت برنت سكرين يا امل. وانا ان شاء الله يعني هرفع لكم الطريقه ازاي ناخد الاي ار دي بتاع السكيما من جوه التود، ازاي ناخد السكيما من جوه التود. هرفع لكم الصور بتاعتها. طيب خير ايه المشكله؟ طيب قولي لي ايه الايرور اللي بيطلع معاكي بيقول لك ايه؟ ولا حاجة. انت داخلة على سكوت وتمام، داخلة على سكوت يا امل، سكوت والباسورد تايجر. ايوه هاي بيقول لك نورو سيلكتد. طيب تفتحوا المايكات يا جماعة واتكلموا عشان انا سامح لكم تفتحوا المايكات. اللي عنده مشكلة يفتح المايك كده ما نقعد نستنى الشات، احنا كده كده 10 في مفمار يعني، عشان بس نسمع بعض ونستفيد دلوقتي. هو حميد اللي عنده مشكلة، ابو حميد افتح المايك بعد كده يكلمني فيها لو هي عايزة. طب نأجله شوية الموضوع ده، خدي بس انت برنت سكرين النقطة دي وبعدين ايه نبقى نتكلم فيها. خلاص انا خدت لها برنت سكرين وان شاء الله ارفعها. نكمل؟ ها نكمل؟ يلا يا جماعة نكمل ولا لسه؟ اوكي تمام تمام نكمل. طيب ايه المشكلة الجديدة دي بقى اللي عندي؟ الفصل ده فصل لذيذ جدا ومليان مشاكل.
ايه المشكله؟ كان اشتغل بقى تسجيل بقى الغي اسماء. الفصل هنا بيقول لي عندك مشكله، ايه هي؟ ان في الجوين لما بيبقى مكتمل، يعني زي الايكو جوين اللي احنا عملناه، لما بدمج ما بين جدولين او بعمل جوين ما بين زي امبلويز وديبارتمنت، بيطلع لي الناس المشتركه هنا وهنا. طيب لما لقينا يوزر، فاكرين الامبلويز اللي ما كانش ليه اداره، حد فاكره؟ كان رقمه كام؟ قعدنا نتكلم عنه المره اللي فاتت صح؟ رقمه كان كام؟ مش هنفتكر، مش مشكله. طب فاكرين ان ايوه الله ينور عليك، كان رقمه 178. اليوزر الراجل ده ما عندهوش اصلا ايه؟ اداره، مالوش ايه؟ اداره، مرمي في الشارع قاعد هنا لحد ما ايه يحنوا عليه ويختاروا له اداره. طيب يعني في كل العلاقات مش هيطلع معايا، صح الكلام؟ تمام. لا لا، احنا بنتكلم على اليوزر اللي ملوش اداره، مش اللي ملوش مدير يا محمد، مش اللي ملوش مدير، خليك مركز معايا في الحته دي. اليوزر اللي ملوش اداره، اللي قاعد في الشارع لسه ما سكناهوش، لا ودينا اداره الحسابات ولا اللي مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، قاعد في الشارع. اليوزر ده كنا بنعمل معاه ايه؟ ما كانش بيطلع معايا. نيجي نعمل الجوين يطلع لي 106، اوه 106 اندرويز، ما يطلعليش ال 107. طب قال لك ايه حلها؟ قال لك حلها بنستعمل حاجه اسمها اوتر جوين، اوتر او اوتر جوين. ما عايز بقى يبقى يقرا الكلام ده كله. هي اصلا بتبقى between two table that returns the result of the inner join as well as the unmatched row from the left or right table. هنسميها right و left، خلاص هنعمل ال right ونعمل ال left وهنشوف يعني ايه عندنا ثلاث حاجات هنعملها، عندنا left و right و full، هنشوف مع بعض ايه ده وايه ده وايه ده. خش بس في المثال، هو مثال جميل وهيشرح نفسه بنفسه. دلوقتي عندك ادي المثال اهو، كله مركز، في حد مش مركز؟ في حد مش قاعد؟ كله مركز يا جماعه؟ نركز مع بعض، المثال ظريف وهيفهم، هيفهم نفسه بنفسه. طيب بيقول ايه المثال ده؟ بيقول لي يا سيدي انا عايز اعمل جوين ما بين مين ومين؟ انا لاست نيم عايز، قلت له سهله، والديبارتمنت اي دي، جميل، والديبارتمنت نيم، يبقى هنعمل جوين بين مين ومين دلوقتي؟ بلويز وديبارتمنت، صح الكلام؟ طيب اون ديبارتمنت اي دي هنا بيساوي الديبارتمنت اي دي هنا، طبعا كان بيطلع معايا 106 رو لو انتوا فاكرين. طب انا عايزه يحل لي مشكله، ايه هي المشكله؟ يطلع لي موظف اللي ملوش اداره. ازاي يطلع لك الموظف اللي ملوش؟ اهو كده بقى، يطلع لي الموظف اللي ملوش اداره. طب ايه حلها يا سيدي؟ قال لي حلها بسيط جدا، قبل ما تكتب كلمة جوين اللي في النص دي ما بينه، زود لها كلمة اسمها ايه؟ ليفت اوتر او اوتر جوين. ايه الكلمة دي؟ الكلمة دي كلمة سحر، اه كلمة سحرية. هتعمل ايه الكلمة السحرية؟ هتشوف لك مين ناحية الشمال؟ لويز. اقول لك ان لويز ده ناقص له مين؟ في واحد بيطلع مش موجود، تعالوا نكمله. يعني ايه؟ طب بقى اعمل ايه؟ ناخد بقى المثال المرة دي كوبي بيست بقى، معلش عشان انا حاسس ان الليسون ده لسه ايه بيفقع كده معايا، فقلنا نخلص منه ونشرحه بالطريقة دي النهاردة. طيب اخدت المثال كده كوبي، رحت على التولد وقلت له تعالى نروح لمين الاتش ار، نسكت احنا في اتش ار، قلت له تعالى نمسح ده كده، نكتب الكود هنا ونقول له رن. لما رنيت الكود هنا قال لي بص انت طالع معاك كام؟ لو حد شايف معايا الشير واضح صح؟ الشير شغال يا جماعه؟ الشير كان شغال؟ لا دعم، الشير كان شغال؟ الشير كان شغال؟ شغال، يعني نكمل زي ما انا في التود؟ اه. دلوقتي انا خدت كوبي للايه؟ للسلكتاد، السلكتاد دي بتقول لي ايه؟ هات لي اللاست نيم، حاضر. الديبارتمنت اي دي بسيطه، ده من جدول جدول امبلويز، وادي الاي الكواليفاير بتاع امبلويز. طيب ومعاه كمان جدول ديبارتمنت نيم، مفيش مشاكل. الديبارتمنت نيم من جدول ديبارتمنت فروم امبلويز جوين الديبارتمنت. كنت لحد هنا كان بيطلع معايا كام واحد؟ لو شلنا دي كده بصينا كان في الحاله دي يا شباب بيطلع معايا كام واحد؟ نرمي كده
كام هنا؟ حد واخد باله؟ 100 وكام؟ 106. يعني في موظف بيختفي معايا، مين هو الموظف ده؟ اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو رقمه 178. طب انا عايز الموظف ده يطلع معايا ازاي؟ هقول له لا لو سمحت ايه؟ اعمل لي الليفت اوتر جي. يعني ايه ليفت اوتر جي؟ يعني شوف لي فين الجدول الليفت ده؟ قال لي الليفت اللي هو امبلويز. خلاص؟ شوف لي اللي ناقص فيه اظهره لي. قلت له حاضر. تعالوا ندور على الموظف اللي قصاده مفيش ايه؟ اداره. هنلاقي هنا الاداره قصاده ايه؟ فاضيه. ايوه اكيد في الاخر اللي هو في النص. ادي الموظف دوت زي ما انتم شايفين ما عندوش ديبارتمنت اي تي ولا عنده ديبارتمنت اكيد مين؟ لان الديبارتمنت ايه اساس. ازاي ظهرت الراجل ده؟ قال لي لما قلت له ليفت اوتر جوين قلت له هات لي الموظفين اللي ما لهمش اداره. هات لي الموظفين اللي ما لهمش ايه؟ اداره. طب لو عوزت العكس ايه رايك تيجي نحط هنا رايت؟ ورن كده طلع 122. في ايه؟ في ادارات ما فيهاش موظفين؟ تعالوا نشوف. اداره ما فيهاش موظفين، اداره ما فيهاش موظفين. تعالى بص كم اذا ادي اداره ما فيهاش موظفين صح؟ ودي اداره موظفين، اداره ما فيهاش موظفين، اداره ما فيهاش موظفين، كل الادارات دي ايه؟ فاضيه ما فيهاش موظفين. ايه رايكم في الكلام ده؟ طلع لي بالليفت طلع لي الادارات اللي ما فيهاش موظفين، وبالرايت طلع لي بالليفت طلع لي الموظفين اللي ما لهمش ادارات، وادي العكس اهو. شوف الرايت الرئيس هيطلع لي الادارات اللي ما فيهاش موظفين. تاني مثال ظريف صح؟ سواء الليفت او الرايت الاثنين ولا دعم مفيش فرق ما بينهم كبير. خدنا بالنا يا شباب؟ تهيألي الاثنين يعني فرق ما بينهم ضعيف أوي. خلاص؟ يا عبارة زيت والسكر، وصل لكم الزيت والسكر عشان بعد بكرة. طيب نكمل. نخش على اللي بعديه. مين بقى الفول دي؟ فول دي يعني مش يعني واحد غبي، لا فول دي يعني علاقة متكاملة. يعني هات لي الموظفين هات لي الموظفين اللي ما لهمش إدارات والإدارات اللي ما فيهاش موظفين. ايه رايكم في الفكره دي؟ احلها ازاي دي؟ قال لي بدل ما تحط رايت ولا ليفت حط لي فول. فول هتجيب يا شباب يلا كله يقول لي هتجيب الموظفين اللي ما لهمش ادارات صح؟ والادارات اللي فاضيه اللي لسه ماسكنش فيها موظفين. وهيطلع لي طبعا النتيجه اكيد اكبر من ال 107 بتاعته. نجرب كده ونشوفها. تعالى شيل لي بقى لا رايت ولا ليفت، احنا المرة دي هنشتغل مع مين؟ ولا اليمين ولا اليسار. احنا 123 طلع معايا، فيهم أكيد الأخ اللي ما عندهوش إدارة، الغلبان ده اللي مرمي في الشارع. ندور عليه. اهو ادي الاخ الغلبان اللي ملوش ايه؟ اداره اللي قاعد في الشارع. وننزل تحت نلاقي الادارات اللي ما فيهاش بني ادمين، الادارات الفاضيه. شفنا الفل لذيذ ازاي؟ ها في مشكله في الفل؟ يبقى لفت ورايت وفل فيهم مشكله؟ لو عنده مشكله يقول لي. درس لذيذ اهو حلو الحمد لله. حاجة ملهاش أي لازمة كارتيزيان برودكت والحاصل للضرب الكارتيزي نشوفه بقى اللي إيه. في حد هنا خريج رياضة؟ تربية رياضة؟ مش تربية رياضية، تربية رياضة رياضيات. حد هنا خريج تربية رياضيات؟ يقول لي أنا. لأ إيه كده بس؟
جميلة تربية رياضة، الناس اللي من المبرمجين برضو كويسين أوي يبقوا خريجين تربية قسم رياضة وتربية قسم رياضة، طبعا خريجين تجارة يبقوا متميزين في البرمجة، وأكيد طبعا خريجين حاسبات وخريجين هندسة. يعني مفيش ولا حد خريج هنا تربية قسم رياضة، تجارة بس بكره، هتكره البرمجة يا محمد. ربنا يفتح عليكم كلكم، يعني استفيدوا بالكليات اللي انتوا فيها، ما تكره التجارة، حد يكره التجارة يا راجل يا غلبان؟ الواحد ندم بعد ما خلص الكلية ان هو ما استفادش منها. طيب يسامحك يا محمد. طيب جوي، ايه الكارتيزيان برودكت ده؟ قال لي ده اختراع كده، في واحد اسمه كارتيزيان، او يعني اسمه كده، لو بحثته على جوجل شفتوا مين هو مخترع حصل الضرب الكارتيزي، هتلاقوا فيه فيلسوف ورياضي اخترع شوية نظريات رياضية، منها النظرية اللي احنا هتطلع معانا دلوقتي. بيقول لي في حالة ان الجوين كونديشن بتاعك رايح منك اوميتد او غلط انفاليد، خلاص all row in the first table are joined to all row in the second table. مش فاهم حاجة، تعالوا نطبق المثال. بص يا سيدي، واحد هيعمل علاقة ما بين الجدول ده والجدول ده، هيعمل جوين ما بينهم ويعمل في الكود طريقة معينة هتخلي النتيجة مش العشرين رو من هنا والتوافق ما بينهم مع التمانية رو اللي هنا، لا هيضرب ده في ده. ازاي؟ بكل بساطة، واحد هيستعمل جملة كروس. ايه كروس دي؟ الجملة دي هتضرب لك عدد الموظفين، خلاص، في عدد الادارات، ويطلع لك النتيجه بالمنظر ده. ناخدها نطبقها بسرعه، مش محتاجه كتير لان محدش يعني بيستعملها ومش هتلاقوا لها شغل كتير. ناخد كده الكود كوبي، هننهي معانا الليسون ان شاء الله. خدت الكود كوبي ورحت جاي هنا حاجة اسمها كروس جوين، شوف اهو موجودين كده يا سيدي. احنا متعودين ان احنا عندنا 107 100 وكذا، هنا بقى طلع لي 500 رو. طلع لي كام يا شباب؟ 500 رو. ايه ال 500 رو دول؟ نتيجة ايه؟ نتيجة تكرار بشع. ايه هو التكرار البشع اللي حصل؟ ان هو جاب كل لاست نيم مع كل ديبارتمنت ديبارتمنت اي دي، كل ديبارتمنت اي دي مع كل لاست نيم، هتلاقوا التكرار فيه رهيب جدا. يعني لو جينا عملنا صور بالمنظر ده، هنبص نلاقي الموظف ده اتكرر، الموظف ده اتكرر، الموظف ده اتكرر، الموظف ده اتكرر، هو هو اللاست نيم، هو هو اللاست نيم. يبقى الموظف ده ظهر معايا مع كل الادارات. ناخد الموظف اللي بعده، ده هيظهر مع كل الادارات، ان انا ضربت ده في ده، وموظف ده يظهر مع كل الادارات، كل موظف هيظهر مع كل الايه الادارات. الله ينور، بسم الله ما شاء الله. الموظف ده كروس جوين عمل لي ايه؟ بروديوس ذا كروس برودكت اوف تو تيبل، عمل لي ضرب لي عدد الرو هنا في عدد الرو هنا، طلع لي النتيجه اللي هي ايه اللي انتم شايفينها دي، اللي بنسميها حاصل الضرب الكارتيزي او كارتيزيان برودكت. اللي عايز يقرا عن الموضوع ده يقرا عنه، خلاص. احنا اتكلمنا في ايه في الدرس بتاعنا عن الايكو جوين، وفرعناها للاستخدام ناتشورال جوين، تمام، واستخدمنا يوزنج واستخدمنا اون، فاكرين الكلام ده؟ واتكلمنا عن النون ايكو جوين واستخدمنا بتوين اون بتوين، فاكرين طبعا الاون بتوين مع السال جريد، واستخدمنا الاوتر جوين وقسمناها لثلاثة، خلاص، فول ورايت، استخدمنا السيلف جوين مع جدول امبلويز نفسه ساعه المانجر اي دي، مالوش فايده يا محمد الله اعلم. وادي الكروس جوين بتاع الكارتيزيان برودكت، طبعا الناتشورال جوين في الاول، والفول او التو سايد اللي هو الاوتر جوين اتكلمنا عنه. ده عنده مشاكل في الجوين، خدنا في الجوين ده كم مره؟ لحد 3 مرات نتكلم في الجوين، يعني كتر خير الجوين استحملنا كل ده. حد عنده اي مشاكل في الجوين؟ نخش على الدرس السابع.
يا شباب يا رب تكون سجلت، عشان انا هزعل جدا لو تسجل في مشاكل من الاصل بتاع، عايز اخلص من الدرس ده باي طريقه. تمام. بقول لكم على حاجه، ما بدل ما نخش السابع نشوف طرق تانية للجوين بالمره من الكتاب السعودي. عارفين الكتاب السعودي؟ ماشي، نخش على الكتاب السعودي نجيب منه شويه طرق جوين، ولا اخليها واجب عليكم دي، تجيبوا لي طرق الجوين التانية بوير، نستخدم ازاي وير في الجوين، وازاي نستخدم بدل الرايت والليفت نستخدم علامة البلس. خليها واجب ولا نشرحها دلوقتي؟ ما نخشش على الدرس السابع. انتوا بتحبوا الجوين قوي كده؟ طيب مفيش مشاكل، يعني كل عايز نخش على الكتاب السعودي وناخد منه طرق الجوين الجديدة أو التانية يعني. الحمد لله، نشغل بقى السكرين شير. مبروك يا جماعة، قربنا نخلص الدرس التاني صح؟ هناخد عليه حتة زيادة كمان، يعني مش مصدق. تمام، الشير اشتغل. اللي شايف الشير عنده يقول لي تمام. الشير كده اشتغل. الشير اشتغل الحمد لله. نفتح كده الاسم، عايزين يفتح عنكم. بيقول لك في بعض الأحيان الإدارة بتعرض بيانات من أكتر من جدول لعمل تقييم مفيد، عارفين الكلام ده كله. الكلام ده طبعا مبني على جدول، على سكوت، هو شغال هنا على سكوت إن عنده جدول ديبارتمنت وجدول إم، فعايز يطلع نتيجة من الجدولين، فبيعرفني الجوين إيه هو، وبيبدأ بأول نوع من الجوين. هو مقسمهم لأربع أنواع اللي هما إيكوال جوين ونون إيكوال جوين أوتر جوين وسيلف جوين. راح يستخدم معاهم وير زي ما احنا كنا بنستخدم اون بالظبط. الربط على أساس التساوي، الربط على أساس التساوي بيقول لي هنا إن أنا عندي ده عمود الربط مع فورين كي موجود زيه في الجدول التاني، طبعا شرح المثال بالتفصيل يعني بطريقة مبسطة ولذيذة زي ما انتم شايفين. خلاص، ده هنستخدم لها جملة إيه؟ بيقول لي هيقول لي سيلكت إن، وهو كان جايب الطريقة اللي هي قبل الكواليفاير، وير بدل اون بقى، وهنا مفيش جوين في النص، يعني بيحط كوما ما بين أسامي الجدول، خلاص، وبيشيل حكاية الإيه؟ الجوين، وير الديبت نمبر هنا بيساوي الديبت نمبر هنا، خلاص، هنا استخدم كده وير بدل ما إحنا كنا بنستخدم اون، وشال هنا كلمة جوين من وسط الإيه؟ إيه؟ من وسط جملة الفروع، خلاص. بعد كده هنا بدأ يستخدم الكواليفاير، حط الـ E والـ D بدل ديبارتمنت و M. طيب هنا هيستخدم معانا مع الـ WHERE كمان هيستخدم أوبريتور زي AND، لوجيكال أوبريتور، عشان يطلع لما يكون اسم الموظف كينج. في حاجة غريبة في اللي احنا كنا بنتكلم فيه دوت، حاجة مش مفهومة. لحد الايكوال جوين كده الراجل بيشرحها بسرعه يعني او بطريقته كويس، في مشكله؟ كمل، نخش على النون ايكوال جوين من الكتاب السعودي. هي دي وير، نفس فكره اون. ها الشباب معانا؟ في مشكله؟ طيب نكمل. تمام، في حد عنده مشكله؟ يلا ها يقول لي عنده مشكله، يقول لي كله تمام. يعني يا شباب عندك اداتين، ممكن تستخدم الاون في الايكوال جوين، ممكن تستخدم وير. بقى عندك الايكوير اللي هي بتاعتنا اللي احنا ايه يعني عشرة عمر معاها دلوقتي، يعني زيها زي اون، مفيش يعني ايه مش هيك. نون ايكوال جوين تاجي الاب تيبل السال جريد والام، واعمل علاقه ما بينهم عن طريق ايه؟ الكود اللي احنا لسه عاملينه من شويه، وير من السال بدل اون بقى بقت وير ان السالري بتوين اللو سالري والهاي سالري، طلع نفس النتيجه اللي احنا طلعناها من شويه. اوتر جوين ان في اداره ما فيهاش موظفين، او موظفين ما فيهمش ما عندهمش اداره، فطلعها ازاي؟ حط علامه البلس زي ما انتم شايفينها هنا بين قوسين ناحيه الجدول اللي هو عايز يطلع له الباقي بتاعه، هنلاقي النتيجه. لا ده ناحيه الجدول، هنا بالعكس البلس هنا، خلاص هتطلع
الإدارات اللي ما فيهاش موظفين. طيب السيل جون، طبعا نشوف البلوك ده كده بيقول البلس. في المثال السابق تم عرض أرقام الموظفين وأسمائهم من جدول الموظفين، كما تم عرض أرقام الإدارات وأسمائها باستخدام أوتر جي. وظهرت الإدارة رقم 40 خلاص اللي ما فيهاش أصلا موظفين، يبقى البلس هنا بتساوي مين؟ الرايت، هتعرض لي الإدارات اللي ما فيهاش موظفين حسب ما أنت بقى إيه حط البلس فين. هنا طبعا العلاقة ما بين الموظف ورقم المدير بتاعه احنا شفناها، هنا برضه عملها بوير تقلي كود عادي جدا، بس هو بيشيل الجوين وبيحط بداله كوما، وهنا يحط لي وير بدل اون. الربط بين اقل جدول هنا عملها ازاي؟ لما نجري الجداول مع بعض جايب الديبارتمنت والإمب والسال جريد، دمج التلاتة مع بعض، وحاطط الشرطين زي ما انتم شايفينهم كده بالطريقة دي، برضه فكرة جديدة يا ريت نبص عليها كده بصة. في السيلف جون طبعا، في السيلف جون اللي هو شفناه، شفنا طبعا ده أكتر من جدول، هو بيسميه ربط بين أكتر من جدول. شفنا السيلف جون، وأدي كده ربط بين أكتر من جدول بالطريقة دي، رابط التلات جداول، جدول الديبارتمنت وجدول الامبلويز خلاص، وجدول الجوب جريد او الجريد السال جريد. دي اسئله يا ريت تحلوها. الاستعلامات الفرعيه، طب في مشاكل كده لحد هنا في الدرس ده او في الطرق الجديده، سواء البلس شفنا البلس والفرق ما بينه وما بين الليفت والرايت ايه، وشفنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وشوفنا السيلف جوين، وشوفنا الرابط بوير بدل الرابط بوير. حد عنده مشكلة في أي مثال من اللي عدوا دول؟ يعني صعب بالنسبة له إن هو يذاكره؟ مين ريز هاند؟ أمل، اتفضلي يا أمل. لأ كله تمام الحمد لله. طب كفاية كده مش هنطول، أنا كنت عايز أعمل لكم مراجعة على السب كويريز، إن السب كويري فيها شغل جديد شوية سنة، يعني مختلف عن اللي إحنا درسناه مع الكتاب السعودي في حتة كده. وير سيلكت بتوين وير طبعا هنا هيبقى فيه تفصيل شوية عن ان وان ان وقول ان ريت نقراه، شوفلكوا لو في حاجة مختلفة بين الجزئيتين دول، بين الشرح بتاع المنهج اللي معانا والمنهج دوت، بس لو في حاجة جديدة نضيفها مفيش يعني كده. طيب يا ريت برضه تذاكروا يا جماعة السبع فصول، سبع فصول اهو، ده الفصل السابع، سبع فصول عربي نذاكرهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله